السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاملين تكونوا على خير وبخير يا ربي. اليوم غادي نهضروا على سعاد جوهره مغربيه. كما شفنا البارح طلعت في واحد اللايف وهضرات وخوات قلبها كاع داكشي اللي مخبيه وعلاش اعتزلت من اليوتيوب، لانها الناس حقرات عليها وبان الناس كلشي كيقول لها مسطيه، كلشي الناس تيستهزئوا بها، كلشي كيقول لها الناموسه. هادشي علاش هي بهعدات وبغات كما تنقولوا تهني راسها من المشاكل، كما تيقولوا المصريين الباب اللي يجي منه الريح سدو استريح. بعد ما كما شفناها اولادها حتى هما هربوا منها، الزوج ديالها طلبات منه الطلاق، كلشي بعد على هاد الانسانه هذه، بقات بوحدها. ملي بقات بوحدها ولات كما تنقولوا بحال عمرها ما كانت عندها عائله ولا كانت عندها اسره، ولات وحدانيه وبدات من الزيرو. كتجي زعما كتقول نهضر في اليوتيوب، ربما نلقى واحد الونيس اللي كما تنقولوا شاركوا فيه حياتنا والناس تسمع لينا وترد علينا. ولكن للاسف هذه الانسانه هذه لقات واحد الكثره ديال الناس اللي كيهاجموها وكيقولوا ليها بانك انت ما كتسواش، لحتي ولادك، دعيتي عدوستك بغيتي تدخليها للحبس وهي مربيه لك الدراري، هي مريضه، سيري ديري سيري ديري. هادشي اللي خلاها تعتزل وتبعد من اليوتيوب نهائيا، واخا زعما تخلص منه عندها متابعين، ولكن شافت هذوك المتابعين كاملين ولاو ضدها. هادشي علاش قررت تبعد وتخلي كما تنقولوا راحت نفسها هي الاولى. البارح ملي طلعت في اللايف ما كاين شي واحد ما كيهاجمش هذيك السيده، الاغلبيه كيقولوا لها سيري عند ولادك، شوفي ولادك، سيري عند ولادك، شوفي ولادك. وبطبيعه الحال راه ما كاينه حتى شي ام في هاد الظروف هذه وفي هاد الوقت هذا تنسى ولادها ولا تسمح في ولادها. ولكن هاد السيده هذه اللي ما كتوصلش للناس وما كتقولش لهم بان ولادها هي ملي كتمشي تخدم كتخليهم في الدار مع باهم، ودابا باهم ملي تفرق عليها ملي هي غتمشي تخدم جابت لي واحد السيده باش تربيهم وتقابلهم. هذيك السيده ما تفاهموش معاها وما بغاوهاش وما قبلوش يعيشوا مع واحد الانسانه اللي برانيه عليهم، حيت هما مولفين الاب ديالهم. داكشي علاش هما الدراري جربوا يبقاو مع الام ديالهم، وجربت حتى هي تشدهم وجلساو واحد المده عندها، ولكن للاسف الدراري ما لقاوش راحتهم، لا الكبار لا الصغار ما لقاوش راحتهم مع ديك الانسانه. كما تنقولوا حنا خدامه جابتها لهم للدار، ولاو البنات كيضاربوا معاها، ترد عليهم الهضره، الولاد الصغار ما حاملينهاش. زياده عن هذا الاب جاه واحد الصالير ديال المصروف ديال الدراري والنفقه غالي وهو ما عندوش. اش لقاو الحل المناسب؟ هو دوك الدراري مشاو عند الاب ديالهم. الاب ديالهم بطبيعه الحال ما غاديش يقول لهم سيروا عند الام ديالكم، حيت هو بالنسبه ليه حسن حاجه يعيشوا معاه، اللي كالها ياكلوها معاه، فين المساكن يسكنوا معاه، حسن ما غيخلص لهم الكرا، يخلص لهم المدرسه ويخلص لهم الماكله. غادي يولي يحط واحد الثمن خيالي من الشرشر وهي عيش غير على اليوتيوب. هي كذلك لقاتها زوينه ليها بان ديك الوليدات غادي تكون مطمنه عليهم على الاب ديالهم، حسن ما غيكونوا مع واحد المراه برانيه. كما كتقول هي دائما خدامه، كتخدم حتى الليل، بعض المرات ثلاثه، بعض المرات اربعه، بزاف هذوك الوليدات غادي يبقاو مع مراه برانيه في الدار. كيف ما كانت راه ولادك وكيطلعوا لك الدم، كيف ما كان الحال واخا تكون هاد المراه مالك في الاخير ما غاديش يعجبها الحال، غادي تنهض غادي تغوت. ما كايناش الثقه في البراني، كيف ما كان الحال الثقه ما كايناش في البراني. حتى هي لقات هذه فرصه، هو غادي يشد الدراري منه يستافد حتى هو ما يعطيهم حتى شي حاجه منهم، مقابلهم وحاضيهم هما اصلا مولفين. هادشي علاش هي خلات الدراري عند باهم، وهي جالسه خدامه في هذاك النقش، كتمشي تنقش حتى الوقت اللي بغات، كتجيب ديك البركه خدامه على راسها. ولكن كما تنقولوا بنادم ما كيرحمش، بنادم بقى كيعيرها وكيقول لها انت واحد انسانه ما مزياناش، اللي حولادك دعيتي درتي شكايه بعدوستك. بعد ما الناس قساو عليها فكرات باش تبعد من هاد اليوتيوب كاع، باش غادي تبقى كل نهار تسمع هاد الكلام ونفس الهضره، تعيا غادي تشرح لهذا بوحدو وتمشي ثاني تشرح لاخر بوحدو، ما غيفهموش. وهي كما قالت ضروري خاصها تخدم. هادشي علاش بعدات على اليوتيوب وعاشت مع خدمتها وفي دارها
كانت واحد الوقت كارية، واش باقا كارية ولا رجعت لدارها اللي قالت انا اصلا ما كنلقاش فيها راحتي وكنلقاو فيها غير المشاكل. ربي في الحقيقة ما دار الروس غير باش يرتاح، ما فرق الروس غير باش يرتاح. هي ما بقاش حاملة داك الراجل، واخا الناس كتار دابا كيقولوا ليه حيد فكرة داك الزواج بوحدة برانية وسير رد مراتك، ولكن هي رافضه. كتقول هذاك الانسان هو اللي اخر مرة نعيش معاه، هو قال انا فيا ما يصبر وفيا ما نبقى معاها، ولكن كما تنقولوا ما عمر الحال غتلقى الدنيا مقادة، دائما غتلقى مشاكل، دائما غادي يكون شي حاجة طالعة وخرى جهة هابط. هادشي علاش داك الوليدات دابا راهم ما يتماش، بالعكس راه داك الاب داير ليهم واحد الحنان ومعوضهم احسن تعويض، وكما كنشوفوا دائما مخرجهم، دائما داير ليهم حفلات، دائما ما خاصهم حتى شي حاجه. واخا هي قالت علاش كيدي الدراري يصورهم في اللايف البارح، قالت علاش كيدي الدراري يصورهم رانا غادي من المدرسه، علاش انا خلصت ولادي، انا درت لولادي داكشي خليه في الخفاء. وكما كنعرفوا دابا اليوتيوب مني شي واحد تكون عنده مشاكل عائليه ديال الطلاق والفارق، شي واحد فارق دوك الوليدات كيطلعوا لي المشاهده، كما تنقولوا رزقهم كيجيبوا بيديهم، كيجيب هذوك الوليدات الناس كيدخلوا يشوفوا هذاك الدريري علاش بابا سمح فيه ولا علاش ماما سمحات فيه، وكيتبعوا دوك الوليدات اش غادي يكون بهم. هادشي علاش كالمشاهده كتكون طالعه، ولا اكيد الطرف اللي معاه راه فرحان حيت غيدخل واحد البركه ديال الفلوس، والام او الاب اللي ما معاه ماشي مع ولادو ما كيعجبوش الحال، كيقول علاش ولادي كل مره طالعين في اليوتيوب وكيجمع بهم الفلوس والمشاهده. كنطلبوا من الاب او الام اللي كيكونوا معها الاولاد في الظروف هذه ما يبقاش يحط الاولاد بحواسيله لقناته باش يطلعها ولا باش يستعطف المتابعين، ويخلي دوك الوليدات بعادين على السوشيال ميديا، حيت راه اكيد هاد السوشيال ميديا ما كترحمش، ودوك الوليدات غادي يمشيو للمدرسه وغيبقاو يقولوا لهم باباكم دار ليكم، باباكم داكم، باباكم قال ليكم. قدروا والدي يقراو الكومونتيرات ويقولوا لولاد اخرين يقولوا لهم اش قالوا على داك صاحبكم ولا اش قالوا عليه. من الاحسن يبقاو دوك الوليدات بعادين على السوشيال ميديا، والكبار طبيعه الحال راه كيتحملوا العواقب، واللي قلبو كما تنقولوا قاصح راه كيتحمل الكومونتيرات، واللي قلبوه شيش وكيأثروا في دوك الكومونتيرات راه كيمشي بحال هاد الجوهره المغربيه يبعد ويسد على راسه. بالنسبه العدوستها حتى هي الناس هضروا عليها البارح، علاش عدوستك دعيتي عدوستك، علاش درتي شكايه بعدوستك. هي خرجات وشرحات في فيديوهات كتار وقالت عدوستي عيرتني بالمريضه، وهي هي مرضاتش بانها توصف بهذيك الكلمه، داكشي علاش ما عجباش الحال وبغات كما تنقولوا زعما باش ما تبقى حتى واحد يقول عليها كلام خايب ناموسه ولا مريضه، داكشي علاش ناض دارت دعوه بعدوستها. ولكن ماشي مزيان كما كان الحال، هذيك راه هي ام ديال زوجها وجديت ولادها بحال الام ديالها. كنكتفيو بهذا القدر ومع السلامه باذن الله.